جبل طارق أو ما يعرف بجبل الدار هي منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني منذ عام 1713، تقع في أقصى جنوب شبه جزيرة إيبيريا على منطقة صخرية متوغلة في مياه البحر الأبيض المتوسط. يعين التاج البريطاني حكومة جبل طارق المنتخبة من قبل البرلمان المحلي، بينما تدير بريطانيا شؤون الدفاع والعلاقات الخارجية بالنسبة للإقليم. تشغل صخرة جبل طارق المكونة من كتة ضخمة من الحجر معظم مساحة المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي 7000 كيلومتر مربع، بينما يبلغ عدد السكان 33,000 نسمة. تتكون ثقافة البلد من العديد من الثقافات البريطانية والإسبانية والعربية أيضا، وتعتبر السياحة عماد اقتصاد الإقليم، حيث يستقطب العديد من السياح الإسبان والبريطانيين بالإضافة للتجارة، حيث يسيطر مضيق جبل طارق على مدخل البحر الأبيض المتوسط، فهو يعمل كبوابة تتحكم في الدخول والخروج من هذا البحر، فهو يسمح لمرور ما يعادل نصف كمية التجارة العالمية من خلاله.